بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم متابعينا الأعزاء، أتمنى أن تكونوا في ألف صحة وعافية. اليوم سنتناول في هذا الفيديو، كما وعدناكم في الحلقة السابقة، كيفية صنع شامبو طبيعي 100%، خالص وآمن وممتاز جدا لتطويل الشعر وتكثيفه. وإعطائه اللمعان والحيوية. أيضا سنحضر وصفة أخرى وهي زيت طبيعي من عشبة ذيل الحصان. وكنا قد تعرفنا على عشبة ذيل الحصان في الحلقة السابقة. كنا قد أعددنا من خلالها هذه الخلطة اعتمادا على المكون الرئيسي وهو ذيل الحصان. وكنا في طريقة الاستعمال قد أشرنا إلى أنه ولتسريع النتيجة أكثر يفضل أن نستعمل هذه الوصفة وكنا قد حضرنا في الحلقة السابقة كرام عشبة ذيل الحصان سأضع لكم رابط الفيديو لمن لم يشاهده في أسفل الفيديو في صندوق الوصف وأيضا سأضع لكم رابطه الآن أعلى الفيديو على الدائرة البيضاء طيب كنا قد اشرنا في الحلقه الماضيه انه لتسريع النتيجه اكثر يفضل ان نستعمل هذه الوصفه والكريم والزيت والشامبو. تبقى لنا اليوم طريقه صنع الزيت والشامبو، سوف نتعرف عليهما في هذه الحلقه بحول الله وبدون اطاله سنباشر على بركه الله في اعداد الوصفتين. بدايه سوف نتناول طريقه تحضير شامبو عشبه ذيل الحصان، ثم الوصفه الثانيه زيت عشبة ذيل الحصان أيضا وطريقة استعمالهما وبعد ذلك سنوضح طريقة استعمال كل المكونات الأربع مع بعضها البعض سواء الخلطة أو الكريم أو الزيت أو حتى الشامبو طيب بالنسبة لوصفة شامبو ذيل الحصان أولا لا بد من إحضار العشبة وهي المكون الأساسي ثم نقوم بتنقيعها في الماء المغلي ونتركها لمده من الزمن حتى تنقع جيدا وبعدها نصفي المحلول حتى نتحصل عليه بهذا الشكل كما تشاهدونه الان امامكم بعد ذلك نقوم باحضار وعاء ونسكب بداخله المحلول طيب بالنسبة للكمية التي استعملتها في هذه الوصفة لكمية منقوع العشبة هو راجع دائما لكثافة الشعر وطوله أنا أضفت مقدار كوب واحد وأنتم يمكنكم مضاعفة الكمية بعدها نقوم بوضع مبشور صابون عادية خالية من الإضافات والملونات والمواد الكيميائية كما يمكنكم إضافة أي نوع أو أي صابون طبيعي موجود لديكم في المنزل اما بالنسبة لمن لديهم شيب على الشعر فانا انصحكم بطريقتين وانتم اختاروا الطريقة المناسبة اما نضع داخل هذا المنقوع صابونة الغار مبشورة تجدونها عند العطارين وعند مراكز الاعشاب وهي طبيعية وممتازة جدا لعلاج وازالة الشيب وان لم تتمكنوا من ايجاد صابونة الغار سنستعمل الطريقة الثانية وهي أن نقوم بإحضار منقوع عشبة ذيل الحصان مقدار كوب ومقدار كوب ثاني من منقوع ورق الغار أو الرند كما يسمى، ثم نخلط المكونين معا، بعد ذلك نضيف إليهما الصابون العادية. ليس ضروري استعمال صابونة الغار، فقط الصابون العادي سوف يكون مناسبا. المهم أن يكون الصابون العادي غير معطر الموجود عندكم في المنزل. طيب. نضيف الصابون التي قمنا بتبشيرها إلى هذا المحلول أو إلى منقوع عشبة ذيل الحصان. طيب، بعد ذلك نعرض هذا الوعاء إلى الحرارة. الحرارة تكون هادئة إلى متوسطة، مع الخلط الجيد دون توقف. نعرض هذا الوعاء إلى الحرارة. تكون الحرارة هادئة إلى متوسطة. مع الخلط الجيد دون توقف. نباشر بعملية الخلط وشيئا فشيئا سنجد ان المحلول بدأ يتثاقل تدريجيا إلى ان يذوب الصابون كليا بداخل المنقوع. بعدها نطفئ النار ونترك المحلول ليبرد قليلا قبل استكمال الوصفة. طيب بعدها نكون قد تحصلنا على هذا الشامبو. لكن بهو بحاجة الى مكونات اخرى هنا نضيف مقدار ملعقه كبيره من زيت جوز الهند مقدار ملعقه كبيره ثم نضيف بعد ذلك مقدار ملعقتين كبيرتين من شامبو اطفال هنا يفضل استعمال شامبو اطفال لكن ان لم يتوفر شامبو اطفال يمكن استعمال الشامبو العادي ثم نكمل عملية الخلط طيب في الأخير نكون قد تحصلنا على هذا الشامبو الطبيعي المستخلص من عشبة ذيل الحصان بالنسبه للزيت الذي اضفناه وهو زيت جوز الهند يمكنكم استعمال اي زيت مناسب للشعر عندكم سواء كان زيت الزيتون او زيت الخروع او زيت جوز الهند او اي نوع اخر طيب بالنسبه لطريقه استعمال هذا الشامبو ساؤجل ذكرها الى اخر الفيديو حتى اذكر طريقه استعمال الشامبو مع الزيت الذي سوف نحضره الان لان الوصفتان تتماشيان مع بعضهما البعض طيب ننتقل الآن إلى طريقة تحضير زيت عشبة ذيل الحصان. أما فيما يخص الطريقة الصحيحة فهي كالتالي: في الحقيقة هنالك طريقتين لتحضير زيت العشبة سوف نشرحهما بالتفصيل. أول طريقة هي أن نحضر كمية من عشبة ذيل الحصان قدر كفة يد كما تشاهدونها الآن. ثم نضعها في برطمان من زجاج. ثم بعد ذلك نضيف إلى العشبة كمية من الزيت سواء استعملنا زيت الطعام أو استعملنا زيت الزيتون أو أي نوع من الزيوت المناسبة عندكم هنا نضيف مقدار كوب من زيت الزيتون أنا هنا استعملت وفضلت استعمال زيت الزيتون بهذه الطريقة كما تشاهدونها الآن أمامكم. نضعها داخل برطمان من زجاج ثم نغلق البرطمان جيدا هذا البرطمان نضعه في مكان مظلم وجاف لمده اسبوع كامل مع التحريك بقوه او بالاحرى رج البرطمان جيدا وبقوه وهذا يوميا حتى تتفاعل او بالاحرى يتفاعل المكونان مع بعضهما البعض وبعد انتهاء الاسبوع سيصير هذا الزيت جاهزا للاستعمال مع ملاحظه مهمه هنا حينما نريد استعمال هذا الزيت لا نقوم بتصفيته وانما نضعه مباشره على الشعر لان العشبه في السابق قلنا قد قمنا بغسلها من الاتربه والشوائب العالقه بها، لذلك لا ضروره لتصفيه الزيت قبل تطبيقه على الشعر. هذا فيما يخص الطريقه الاولى، اما فيما يخص الطريقه الثانيه وهي الطريقه الاسرع في حال اردتم الاستعجال في تحضير الزيت وهي ان يتم استعمال الحمام المائي، نضع البرطمان على حمام مائي على نار هادئه جدا ونتركه لمده ساعتين وبعدها سيصير جاهزا للاستعمال. هاتين هما الطريقتان الانسب لتحضير زيت عشبه ذيل الحصان. طيب الان وبعدما قمنا بتحضير الشامبو والزيت لم يتبقى لدينا الا ان نتعرف على طريقه استعمالهما وتطبيقهما على الشعر. طيب في الحلقه المنصرمه كنا قد تعرفنا على طريقه تحضير خلطه عشبه ذيل الحصان وايضا عرفنا كيفيه تحضير الكريم المستخرج من عشبة ذيل الحصان الآن إجمالا صارت لدينا أربع وصفات كما تشاهدونها الآن أمامكم الخلطة والكريم والزيت والشامبو طيب سأذكر الآن طرق الاستعمال اجمالا لكل الوصفات. بداية نضع الخلط على الشعر كما شرحناها في الحلقة السابقة، وبعد انتهاء المدة نغسل الشعر لإزالة الخليط بمنقوع عشبة ذيل الحصان، ونتركه ليجف تلقائيا لمدة قليلة. بعدها وبدون استعمال الشامبو نضع هذا الكريم مباشرة على الشعر. طيب وبعد انقضاء المده والكريم على الشعر نغسله بهذا الشامبو شامبو عشبه ذيل الحصان هذا خلال النهار او في الفتره الصباحيه وفي الليل قبل النوم نضع زيت العشبه على الشعر ونبيت به الى غايه صباح اليوم الموالي على ان تستعمل هذه الطريقه لمرتين في الاسبوع فقط. قد يقول سائل ان الزيت على الشعر قبل النوم الا يسبب غلق المسامات لفروه الراس الاجابه هي لا الزيت مهم ومفيد جدا للشعر نضعه قبل النوم ونترك الشعر ليرتاح ويتغذى من هذا الزيت لكن بشرط هذه الوصفه تستعمل لمرتين فقط في الاسبوع وتكون المرتان اللتان نستعملهما فيهما على الشعر متباعدتان عن بعضهما البعض حتى نترك الشعر يرتاح قليلا ولا نسبب لفروه الراس اجهادا وحتى نتحصل ايضا على نتيجه تكون اسرع. طيب سؤال اخر قد يطرحه المتابعون الافاضل هل اذا وضعنا الزيت قبل النوم هل نقوم بغسله مره اخرى؟ الاجابه هي لا داعي الى ذلك. لكن اذا رايت او اذا رايت ان ذلك هو امر ضروري ولا بد منه يمكن هنا تقديم الزيت على الشامبو بمعنى اننا نستعمل الوصفه ثم الكريم وبعدها الزيت. وقبل النوم نغسل الشعر بهذا الشامبو طيب سؤال اخر ايضا هل يمكن ان استعمله فقط الخلطه مع الكريم او الشامبو مع الزيت او الخلطه لوحدها او الشامبو لوحده وهكذا الاجابه هي نعم يمكن ذلك نحن استعملنا كل الوصفات الاربع لتسريع النتيجه ولتطويل الشعر وتكثيفه واضفاء اللمعان عليه ولعلاج الشيب ايضا ويكون ذلك بوتيره اسرع وليس بوتيره بطيئه هذا هو الفرق لان كل المكونات التي استعملناها في وصفه عشبه ذيل الحصان قويه جدا وممتازه ولا نظير لها لانها تعالج الشيب وتقضي على تساقط الشعر وتغذيه وتنميه بسرعه خرافيه جدا، ولسوف ترون كيف ان الشعر صار يتغازر ويطول وينمو بسرعه جنونيه غير متوقعه، عشبه ذيل الحصان عشبه قويه جدا ستطيل الشعر لا محاله، يستحيل الا ينمو الشعر او لا يطول، هذه الوصفه مضمونه وطبيعيه انصحكم بها. اذا متابعينا الافاضل، اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من وصفات اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو والضغط على زر الإعجاب لكم مني خالص التحايا دمتم أوفياء والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته